السؤال: إذا وجد المأموم الإمام ساجدا، هل ينحط ساجدا أم يقعد ثم يكبر ويسجد مع الإمام؟ إذا وجد الإمام على حال قائما أو راكعا أو ساجدا أو قائدا فليصنع كما صنع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا. وقال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وروي عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند فيه ضعف: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. السؤال يا شيخ: هل يسجد بتكبيرة الإحرام أم يكبر للسجود؟ لا، تكبيرة الإحرام يكبرها وهو قائم، ثم إذا سجد يسجد من تكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ: هل يجوز للمصلي فتاة ركعة ثم وجد الإمام ساجد يكبر ثم يسجد، أو ينتظر حتى يرتفع الإمام؟ الأفضل إذا جاء الإنسان والإمام على حال أن يدخل مع الإمام على أي حال كان، فإذا جاء وجده ساجدا فليكبر ثم يسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن هذه السجدة التي سجدها ربما تكون سببا لمغفرة ذنوبه فلا يفوتها على نفسه، يسجد ثم يقوم مع إمامه، لكن لا يحتسب بها ركعة، لأن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الركوع. نعم.